أريق دم على الأرض أغلى من دم الحسين عليه السلام، ولا كان لأي دم من التأثير ما كان لذلك الدم. فبعد 50 عاما من الجور والظلم، و50 عاما من النفاق والشقاق، و50 عاما من التلاعب بالدين، و50 عاما من امتهان الكرامات، استطاعت قطرات دم الحسين أن تفضح الجائرين والمنافقين والكاذبين إلى يوم الدين. من الحسين عليه السلام نتعلم الشجاعة في مواجهة الطغيان، والإخلاص في عبادة الرحمن، والثبات في مواجهة إغراءات الشيطان. الحسين عليه السلام نقطة الانتهاء في كل الفضائل والمكارم، فقد كان في منتهى الإيمان ومنتهى الشجاعة ومنتهى الصدق ومنتهى الإخلاص ومنتهى العطاء. لقد علمنا الحسين ألا نخاف من الموت، ليس عند التهديد بالموت بل عند نزول الموت، وأن لا نستسلم للعطش ليس عند التهديد بالعطش بل عند نزول العطش، وأن لا نخاف من السيف ليس عند التلويح بالسيف بل عند نزول السيف أيضا. من الحسين عليه السلام نتعلم أن لا نتردد في رفع السيف في وجه العالم كله إذا وقف العالم كله مع الباطل، وأن لا نتردد في الدفاع عن الحق حتى وإن كنا وحيدين بلا ناصر ولا معين. لعبت زينب عليها السلام في ثورة الحسين دور المقبض من السيف ودور القوس من السهم، لولاها لم تنتصر هذه الثورة. حمل أعداء الحسين رايات جميع الطغاة، فحمل الحسين في مواجهتهم رايات جميع الأنبياء، فكانت حرب الحسين ضدهم حربا عالمية بين جميع الأبرار ضد جميع الأشرار.